فترة صعبة بيعيشها حارس مرمى نادي الزمالك محمد أبو جبل. قصة أبو جبل غريبة جداً لأنها بدأت فجأة مع تألق وتميز الحارس الدولي مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا سنة 2022 بالكاميرون. وبعد تألقه الإفريقي ده حاولت إدارة نادي الزمالك تجديد عقده اللي المفروض كان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، لكن أبو جبل بعد ما رجع كان مشغول باللقاءات التلفزيونية عن إنه يتفق مع مسؤولي ناديه على تفاصيل العقد الجديد. ووقتها طلعت شائعات عن توقيع أبو جبل لفريق النصر السعودي، لكنه نفى وقال ما حصلش. وبعد كام شهر من بطولة أفريقيا خسر الحارس الدولي مكانه في حراسة مرمى نادي الزمالك بسبب المستويات السيئة اللي قدمها للفريق. ووقتها اعتمد الزمالك على محمد عوض كحارس أساسي للقلعة البيضاء. واللحظة اللي بسببها ساءت علاقة أبو جبل بنادي الزمالك هي وقت ما رفض يقعد على الدكة وكان بيتهرب من لقاء الزمالك مع الأهلي متعللاً بإصابته أثناء فترة تواجده بمعسكر المنتخب في مباراتي غينيا وأثيوبيا. الكلام ده قاله أمير مرتضى منصور المشرف على الكورة بعد لقاء القمة. الإعلامي خالد الغندور قال: مسؤولي نادي الزمالك قعدوا مع محمد أبو جبل، ومن الآخر مفيش أي جديد حصل في الجلسة. أبو جبل بعد ما رجع من كاس الأردن وقع فعلا للنصر السعودي وحصل على قيمة أول موسم كاش. بعدها النصر رجع في كلامه وقالوا له هنسيب لك قيمة أول موسم، لكن أبو جبل متمسك بقيمة العقد كاملا. كمان بندق قال: أبو جبل قصته انتهت مع الزمالك من زمان، ونرجع ونقول إن الحارس تفكيره وداه في حتة تانية، بقى مش مركز من وقت ما رجع من كاس الأمم الإفريقية واهتم أكتر بالبرامج التلفزيونية ومركزش في الأهداف اللي بتدخل في المرمى. الكلام ده أكده مرتضى منصور رئيس النادي، وقال إن الإدارة اتخذت قرار نهائي بعدم تجديد تعاقد محمد أبو جبل حارس المرمى، ولن يتم فتح هذا الملف مرة أخرى. طيب حد يقول لنا حاجة عن مستقبل أبو جبل؟ هشام الصوباط رئيس نادي الهلال السوداني قال إن إدارة الهلال بتسعى لتدعيم الفريق، وكشف إن أبو جبل هيكون ضمن حسابات الفريق.